مجموعة من الشباب وأطفال قرى الأطفال SOS استطاعوا بريشتهم وأبداعهم جسدوا أفكار مهمة جدا، وخصوصا تزامنت مع اليوم العالمي لطبعا التوعية ضد المخدرات. فكان في معرض فني شاركوا الأطفال فيه وقدموا لوحات توعوية وفنية. طبعا سلمى، اليوم رح نحكي عن أهمية هي المعارض التوعوية ودليل مهمة المشاركة فيها من قبل الأطفال ولا الكبار بالعمر، وشو هي الفئات العمرية والأشخاص يلي ممكن يشاركوا بهدون المعارض، وأيضا رح نتعرف على السبب الجوهري والهدف من عمل هي المعارض مع ضيفتنا لليوم يلي صارت معنا بالاستوديو، السيدة ميادة سلامة، منسقة خدمة رعاية الشباب في قرى الأطفال SOS. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح النور. أهلا وسهلا فيك أستاذة. هلا، خلينا نبلش من الفكرة بحد ذاتها. اليوم كتير مهم أنه يكون أطفالنا موجودين بمثل هاي المعارض الفنية، وخصوصا بموضوع حساس جدا وهو المخدرات. خلينا نحكي عن مشاركتهم بالبداية. بداية كل الشكر لكم للاستضافة وللتركيز على نقطة مشاركة الأطفال، أطفالنا في الـ SOS بمعرض توعوي بلوحات جميلة كانت مبارح بالمعرض، يمكن شفتوها حضراتكم، كانت كتير جميلة ومعبرة. تم اختيار الأطفال، نحن في قرى الأطفال لدينا بكل الخدمات في القرى وفي برنامج بيوت الشباب وفي المراكز المجتمعية، نركز على الخطط الفردية لكل طفل. من تتضمن الخطط الفردية عدة جوانب من حياته، الجانب التعليمي، جانب ترفيهي وتنمية مهارات، ونتابع بشكل دقيق هاي الخطط الفردية. من ضمن الخطط والرصد والتقييم لهم، تبين لدينا مجموعة من الأطفال والشباب لديهم مواهب في الرسم، فانطلاقا من هذه النقطة يتم العمل على تنمية هذه المهارات. انطلقنا بإقامة جلسات مركزة مع الأطفال لقياس الرغبة، من لديه الرغبة برسم ورسم أي نوع لأي موضوع. فكان لدينا مجموعة من الأطفال لديهم رغبة بالمشاركة بمعرض رسم. كانت فكرة المعرض التوعي لمكافحة المخدرات انطلاقا من مبادئنا بمشاركة أطفالنا باتخاذ القرارات. تم إبرام اتفاقية مع إدارة مكافحة المخدرات تتضمن نشر، الهدف منها نشر الوعي المجتمعي عن أخطار ومضار المخدرات ولا سيما في الأسرة والمجتمع ولا سيما الشباب. انطلاقا من هذه النقطة تم اختيار الشباب والأطفال وشاركوا بمجموعة ليكون يوم المخدرات العالمي 26/6 من كل عام، ويشاركوا بلوحات معبرة عن أضرار ومخاطر المخدرات. من خلال بعد إبرام الاتفاقية مع إدارة المكافحة تم جلسات توعوية من قبل إدارة المكافحة. إدارة مكافحة المخدرات لديها الكادر المؤهل لإعطاء الشيء الصحيح بالتوعية، فكان من خلال الرصد بالاستبيان قبلي وبعدي للأطفال بعد خضوعهم لهذه الدورات التدريبية، لديهم الرغبة بنقل هذه المخاطر إلى المجتمع، فعبروا عنها باللوحات في المعرض الفني الذي أقيم بيوم المخدرات العالمي 26/6. يعني اليوم مسؤولية كبيرة إنه نحن نجيب أطفال هنن يبلشوا بالتوعية للكبار، وأكيد يمكن التوعية بتبدأ من نشأة الطفل من هو وصغير، ولكن اليوم خبرينا أكثر، هدول الأطفال أو هي المواهب اللي شاركت بالمعرض كيف تم انتقائها؟ أكيد كان في حرص كتير كبير على انتقاء المواهب. عظيم كتير هذا السؤال. تم انتقاء كما ذكرت كل طفل وكل شاب في قرى الأطفال لديه خطة تنمية فردية. هذه الخطة تتضمن عديد من الجوانب كما ذكرت في المقدمة، جوانب تعليمية ترفيهية ومواهب، ولديه إذا كان لديه مهارات، طفل لديه مهارات في الرسم، طفل لديه مهارات في الموسيقى، طفل لديه مهارات بالعمل في شيء في بزنس معين أو في عمل معين. فيتم من خلال لدينا أخصائيين ولدينا في مشرفين متابعين للأطفال، وكما ذكرت بالبداية المتابعة هي شيء جميل جدا حتى نصل إلى الحلول. بالمتابعة كما تفضلتي حضرتك أنه كيف يتم اختيارهم يتم برصد رغباتهم. في عنا استمارة قياس الرغبة
عند الطفل، جلسات مركزة عند الأطفال من يرغب بالرسم. ومن خلال جلسات اللي تمت بالتدريب مع إدارة المكافحة تم انتقاؤهم بجلسة، هل لديك الرغبة برسم؟ والفكرة هي التوعية عن مخاطر. كان شيء جميل أنه لدى الأطفال رغبة كبيرة بنقل هذه الصورة، وكان الأجمل أنه بعد تلقي التدريبات من إدارة المكافحة كان لديهم وعي. قياس الوعي قسناه عن طريق كما ذكرت الاستبيان، هل استفدت؟ من خلال الأخصائيين رصدوا أنه نسبة الرغبة عندهم كبيرة جدا بنقلة، وكان في فترة زمنية من 1/6 إلى 26/6 بإنجاز 23 لوحة تحكي عن المخدرات. الفئات العمرية أظن سألتوا عن الفئات العمرية من 8 سنوات ل 18 سنة. طيب ست ميادة، مثل ما حضرتك قلتي اليوم يعتبر هذا النوع من الفعاليات هو مو بس مشاركة لهم، هو أيضا علاج نفسي ممكن يتلقوه. ونحن بنعرف أنه الأطفال يمكن أول وسيلة هيك بيعبروا فيها ببساطة هي الرسم، صحيح، وتعتبر استبيان واضح لسلوك الطفل وتعبر عن بعض المشاكل اللي ممكن يعاني منها. اليوم مشكلة حساسة مثل المخدرات، وخصوصا عم نحكي عن أطفال SOS، بنعرف إنه هن برعاية من هن عمر صغير ضمن وجودهم ضمن قرى الأطفال، فممكن مو الكل يكون متعرض لهي المشاكل ما بيعرفها. ففي أكيد مرحلة سابقة كانت قبل خليني أقول التعريف شو ممكن يصير مضار المخدرات، هل في تشبيك مع هذا الشيء أنه يكون في توعي أيضا نفسية ومعلومات قبل المشاركة بالمعرض؟ تماما، كما ذكرتي حضرتك بداية الأطفال عنا منذ بداية وجودهم في قرى الأطفال من سن صغير لسن 12 سنة، بعدين ينتقل لبرنامج الشباب. كما ذكرت بالمقدمة الاهتمام بالأطفال منذ الصغر بجوانب حياتهم. أنا ذكرت خطة تنمية فردية، في كل طفل لديه مجموعة الأطفال لديهم أخصائيين يتابعون الخطة التنمية. من خطة التنمية بيظهر لدى الأخصائي قبل المخدرات وغيرها يتم الإضاءة على الأخطار المحدقة بالأطفال والشباب. وكما ذكرتي الأطفال والشباب معرضين للتدخين للمخدرات في سوريا وغيرها، سوريا كبلد عابر والحمد لله هي ظاهرة وليست أساسية في المجتمع السوري المخدرات. نحن نضيء في قرى الأطفال على أي خطر سواء كان مخدرات أو أي شيء يضر في مصلحة أو حماية الطفل، فتتم متابعته منذ الصغر بطريقة مدروسة. لدي قرى الأطفال تمتلك كادر من الموظفين والإداريين مؤهل بشكل جيد، يتم اختياره بعناية ودراسة جيدة لمتابعة الأطفال، فعم تكون المتابعة بشكل جيد لكل شيء من ضمنها مثل ما نقول توعية ضد أي خطر من ضمنها المخدرات. فكان قبل سؤالك قبل أخذ ذكرنا السنة السابقة تم إجراء جلسات توعوية للأطفال، وكانت كانت النتيجة إنه الأطفال تفاجأوا بالمعلومات الكبيرة والخاطر الكبيرة. وطريقة التدريب كانت جيدة جدا بوسائل إيضاحية كم هو خطر، بفيديوهات، بوسائل تجعل الطفل كم هذا خطر. عندما يكون أي إنسان فينا يظهر تبين له بوسائل معينة الخطر غير الكلام، عندما تتكلمين شيء وعندما تعطين بالتجربة شيء آخر. فكان لدى أطفالنا وشبابنا التدريبات المستمرة أعطت نتيجة، وكانت النتاج هذا العام هي المعرض الرسمي. سيدة ميادة، بما أنك منسقة رعاية الشباب، شو هي الخطة للبرنامج القادم وأبرز مجالات يلي بيتضمنها؟ يعني اليوم عم نحكي عن موضوع جدا مهم، وهلأ حاليا يعني كتير من الأشخاص والشباب والأطفال صار عندهم الوعي الكامل من خلال تلقي أي معلومة من هون من هون، بيفوتوا بيتأكدوا منها عن طريق الإنترنت. ولكن اليوم في برنامج عند حضرتك، خلينا نتعرف عن أبرز مجالاته، رح يتضمن كمان هذا الموضوع؟ تمام،
هلا برنامج رعايه الشباب او خدمه رعايه الشباب بنسميه خدمات نحن، خدمه رعايه الشباب هي مرحله انتقاليه تمام بين من القرى الى مرحله الشباب. المرحله تضمن استقرار الرعايه البديله، نحن كما تعلمون بقرى الاطفال نرعى الاطفال فاقدين الرعايه. الشاب الطفل عندما يصل الى مرحله 12 عام يتم تهيئته لمده عام لانتقال الى برنامج رعايه الشباب. رعايه الشباب تكون في بيوت مستقله مدموجه بالمجتمع. لدينا ببدايه 2024 10 بيوت، كل بيت السعه الطاقه الاستيعابيه من 5 الى 6 شباب، 5 بيوت للشباب و5 بيوت للشابات. البيوت الشباب في مشرفين ومساعدين بالبيت، مشرف في المنزل يشرف على الشباب. الشباب حياتهم يتضمن نحن تغطية وأهداف البرنامج دمجهم واستقرارهم بالمجتمع من خلال جانب تعليمي صحي ترفيهي ونشاطات. طبعا شبابنا من 12 سنة إلى 18 سنة اسمها الرعاية المباشرة. الرعاية المباشرة في البيوت اللي ذكرتها موجودة في دمشق وريف دمشق، هم في مدارسهم ومدارسهم العامة والمهنية. بالنسبة كما ذكرت نرصد بالمتابعة ميول ورغباتهم وأنشطهم، وهم بشكل شهري لديهم أنشطة من خلال نشاط موسيقي، نشاط رياضي، نشاط ترفيهي، رحل، في نشاط بحر كل عام للقرى، ترفيه للأطفال. بالنسبة للرعاية غير المباشرة بعد الانتقال من 18 سنة بيصير عندنا الشباب بمرحلة الرعاية غير المباشرة اللي هي اسمها شبه استقلال، بمعنى تبقى الجمعية برعاية للأطفال ولكن يسكنون ببيوت مستقلة ولكن متابعة من قبل مدراء حالي عندنا بشكل غير مباشر. والحمد لله نحن عندنا ببداية 2024 نحن عندنا 54 شاب وشابة بالبيوت، وعندنا بشبه الاستقلال 53 شاب وشابة. نسبة الجامعيين 40 من أصل 54، في منا عساكر بيروحوا، فنسبة التعليم عالية بالشباب نتيجة المتابعة اللي عم نحكي عنها. الأنشطة نحن شهريا بيكون عندهم أنشطة ودائما في جلسات مركزة معهم، في نشاطات عملنا مثل مسرح داخلي للشباب من أفكارهم وآرائهم، كانت هي عبارة عن بروفا مسرحية تم إعدادها وتنفيذها لتنطلق لأكبر كتير، وهي من أفكار الشباب. الشباب بحد ذاتهم هن اللي صاغوا السيناريو وعطوا الفكرة، بتعبر عن فكرة معينة. فدائما برنامج الشباب بيغطي كل متطلبات الشباب اللي بتنمي مهاراتهم وبتخليهم مستقلين ومندمجين. لدينا شراكات من خلال برنامج الشباب، لدينا شراكات مع المجتمع المحلي، لأنه أي جمعية لا تعمل لنفسها لوحدها، فلدينا شراكة مع دي اتش ال، هي بتشتغل على تدريب الشباب لإدماجهم ولدخول لسوق العمل بالنسبة لشبه الاستقلال. لدينا شراكة واتفاقية مع جامعة الشام الخاصة اللي بتعطي منح لشبابنا بالجامعة بشكل مجاني، ومؤخرا لدينا شراكة مع إدارة مكافحة المخدرات لجعل حملات توعوية للشباب والأطفال. أكيد يعني برامج حافلة، وأكيد بنقول أطفالنا وشبابنا بأيدي أمينة مثل أكيد ما تعودنا بقرى الأطفال وغيرها من مؤسسات الرعاية. شكرا لوجودك معنا ست ميادة، شكرا لكم، نتمنى لكم كل التوفيق. الله يسلمك. أنا بحب حادم. أقول شغلة أخيرة يعني يعطيكم العافية، بس بقول نحن تعلمنا من أطفالنا ومن شبابنا بالإس أو إس، تعلمنا كثير، علمونا كثير وعطونا كثير مهارات. يعطيكم العافية، يسعد صباحك. شكرا. يعطيك العافية سيدة ميادة، وشكرا كثير لك ولكل المعلومات اللي أعطيتيها. شكرا لك.